أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشاعر أو الشاعرة، كلاهما صاحب رسالة، كلاهما يحمل هم أمته وهم البلد الذي ينتمي إليه وهم القضية التي في سبيلها يكافح وعن أهلها ينافح. الشاعر أو الشاعرة إنما يسخر قلمه لنصرة الحق ومحاولة الاصطفاف إلى جانب المظلومين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليثبت أن العدالة لابد أن تنتصر. إن لم يكن في المحاكم ففي محكمة القصيدة أولا، على أمل أن تكون ممهدة لمحكمة تقتص من الظالم لصالح المظلوم. مشاهدينا، في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد نستضيف الشاعرة الفلسطينية الأستاذة ابتسام البرغوثي، معنا عبر الإنترنت من فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذة ابتسام، حللت أهلا ونزلت سهلا. أهلا بك أستاذ مصطفى، حياك الله وأستاذ، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر القائمين على هذا البرنامج والمستمعين، وأرجو أن يوفقنا الله لما يحب ويرضى. أسعدكم الله، ونحن كذلك سعداء بتشريفكم لنا وقبولكم هذه الدعوة. أستاذة ابتسام، في البداية وقبل أن تحدثينا عن فلسطين، قبل أن تحدثينا عن الضفة التي نحب، حدثينا عنك قليلا بحدود ما تودين أن يعرف المشاهد الكريم عن الشاعرة ابتسام البرغوثي، تفضلي. ابتسام البرغوثي من فلسطين، فلسطينية وأفتخر طبعا، من بالتحديد من رام الله، حاصلة على شهادة ماجستير في اللغة العربية، أدب عربي، وعنوان الرسالة كان اللاجئون في الشعر الفلسطيني والعربي. نعم. لدي ديوانان، ديوان الصدى العذب وديوان أنت متهم، وديوان إلكتروني. نشأت بالنسبة لي في بيئة محبة للشعر منذ الصغر، كان الأهل يجتمعون في جلساتهم على مواضيع يعني الشعر، يتحدثون على مناظرات، فكانت تجذبني هذه الجلسات. أحببتها وشاركت معهم فيها، فنشأ حب الشعر في دمي من جهة الوالد ومن جهة الوالدة. يعني والدي كان حافظا للشعر، والدتي كانت حافظة للشعر، حفظت عنهما رحمهم الله ما يقارب 1000 بيت. ما شاء الله. خالتي شاعرة، جدي شاعر، عمي شاعر، خال عم أمي شاعر، فهذه البيئة كانت بيئة صالحة لأن تنبت جيلا آخر. هذه العائلة الشاعرة ربما تكشف لنا لغزا من ألغاز هذه الحلقة، ألا وهو أننا سنكون على موعد مع قصائد مميزة بأداء متألق للشاعرة الفلسطينية الأستاذة ابتسام البرغوثي، أكيد سنستمع إليك. حاولي قدر المستطاع فقط أستاذة أن تخففي من حركتك إن استطعت. أريدك الآن أن تتحدثي لنا بالقليل عما تحبين وعما يميز الضفة وأهلها، الضفة الغربية هناك في فلسطين، تفضلي. الضفة الغربية وأهلها، الطبيعي أن كل محافظة يعني لها عادات وتقاليد، ولكن بشكل خاص يعني، ولكن ما يجمعهم على في هذه البلد فلسطين هو الانتماء، حب البعض. فلسطين بالنسبة يعني مقارنة مع الأقطار الأخرى بلد صغيرة، الكل يعرف الكل تقريبا، فكلهم يجتمعون أو تجمعهم المحبة والانتماء والإخاء. لا أجد فلسطيني يحتاج مثلا مساعدة معينة وآخر يراه ويسكت، وأنا حصل معي عدة مواقف، كلهم إخوة وكلهم أحباء.
ويكفي أن الظرف الذين يعيشون فيه هو الذي عزز فيهم هذه المحبة والأخوة والتعاون. نعم. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن أثر البيئة بالتجربة الشعرية الخاصة بالأستاذة ابتسام البرغوثي، حدثيني عن أثر البيئة الفلسطينية بتجربتك الذاتية، هل هي حاضرة بقصائدك؟ هل هناك تأثير مباشر أم أن التأثير يكون من باب يعني العادة التي درجت على ألسنة بعض شعراء فلسطين؟ هل هي عادة درجت أم أنها في التكوين الذاتي تتأثرين بها بسبب أنك تعيشين في ذلك البلد؟ البيئة الفلسطينية هي الأساس الأول في نشأة أو في وجود أو في تعزيز الشعر لدي. نعم. بيئتي الفلسطينية كما قلت لك ظرفها يختلف عن ظروف البلدان الأخرى، تقريبا هي ترزح تحت احتلال، صحيح. والاحتلال لا، كل بيت فلسطيني عانى من هذا الاحتلال. أنا لو أحدثك عن معاناتنا تحت الاحتلال أكثر من الشعراء الأسرى والشهداء في عائلتي أكثر من الشعراء فيها. يا الله، فبالطبيعي أن تؤثر هذه البيئة، أن تخرج من يعني مكنون الداخلي يكون فيه الحزن غالب على هذه الأمور، والإرادة غالبة والوطنية. يعني ما لم أجد يوما مر علي إلا وقد أدخلت فيه ما يخص الوطن، من سواء الطبيعي أن يكون هناك تأثير وتأثر. نعم أكيد. طيب أستاذة ابتسام، إثباتا لهذا التأثير وهذا التأثر بالبيئة الفلسطينية التي تنتمين إليها والتي نتشرف بها وبأهلها أكيد ولا نعم شك في ذلك، نريد أن تفتتح لنا هذه الحلقة بقصيدة تريدين أن تقدميها على أخواتها وتبدأي بها هذه الحلقة، نحن جاهزون لنستمع إليك، تفضلي. حياك الله. بالمناسبة إن هذه الاستضافة جاءت من بلاد الرافدين، وأنا كتبت في العراق يا قصائد سلام. عدة، اخترت 5 أبيات فقط يعني لألقيها على أهلنا في العراق تفضلي. وكل من لديه حب لهذا الوطن العزيز. هذا العراق، هذا العراق على زنديه غافية، نخلاته الغيد يا سمراء فانتبهي، وجه وعينان ما عادت لتشهدها، عيناك لا تأمني يوما لمخلبه، أدري وتدرين أن الله أودعنا نهرا من الحب لن يحظى بمركبه، وقد حبانا مفاتيح الرؤى رسلا ومحكمات على أطراف منكبه، لك المدائن والأمداء مسفرة وفجر مجدك لا يجري لمغربه. وفجر مجدك لا يجري لمغربه، أحسنت بهذه الافتتاحية المبشرة بالكثير من النصوص المتألقة والجميلة ولا شك أستاذة ابتسام. لماذا الشعر انطلاقا من تجربتكم؟ لماذا؟ قد يسأل مطلع، قد يسأل متذوق، قد يسأل قارئ، وقد يسأل مستغني كذلك أحدهم من المستغنين ويقول لماذا الشعر؟ ما الذي تضيفونه أنتم أيها الشعراء؟ الشاعر رسول، نعم. رسول الكلمة. الشاعر يعني كثير من مرة يعني كثير من العصور مرت، في عصور ازدهار أو عصور انحطاط وعصور مظلمة، فكان الشاعر هو الذي يوصل حال هذه العصور يا سلام، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. فالشاعر يعني بنقول
نقول أنه رسول الكلمة. رسول الكلمة، نعم، يعني لم يكن في كثير من المواقف حاضرا، يعني لم تكن الكلمة حاضرة في إن لم تكن الكلمة حاضرة في مواقف كثيرة، يأتي الشاعر ويظهر هذا الحال فيؤثر في من حوله، والشعر الجاهلي، الشعر العباسي، الشعر الأموي وصلنا عن طريق هذا الرسول وهو الشاعر، نعم، أو يعني فوصف لنا حال هذه الأمم، وربما قد يكون في أحيانا سرقات أو انتحال، ولكن الصورة العامة لهذه العصور هو الشاعر الذي وصفها نعم. وأوجدها حتى وصلت إلينا بهذا في الشكل. الافتتاحية التي قرأتها أستاذة ابتسام جئت على ذكر النهر الذي لم يجد مركبا، لماذا اخترت هذه الصورة على وجه التحديد؟ لماذا جعلت النهر لا يجد المركب أو لم يلتقي به؟ مرة أخرى السؤال أستاذ. سألتك عن الافتتاحية الشعرية التي ألقيتها وقلت إن النهر نعم. لا يجد مركبه، لماذا جعلت النهر لا لم يلتقي بالمركب؟ نعم المقصود أنني أخاطب العراق وأحذره من وجه وعينان، أقول وجه وعينان ما اعتادت لتشهدها عيناك أو عيناك للعراق. نعم. ففي البيت الذي بعده أكمل وأقول هذا النهر هو نهر من الحب، لن يحظى بمركبه هذا الوجه الذي لم تعتاد رؤيته من قبل، أنت وهو تتحدثين وجه عن الوجه الدخيل أو الوجه المحتل لهذا البلد أو الوجه الذي يريد الشر بالعراق وأهله، إنما نعم. مركب العراق ومركب نهره هو وقف على أبناء هذا البلد الحقيقيين وليس على من يحتل هذا البلد أو يرهنه لطرف خارجي. أحسنت أستاذة ابتسام. طيب، نريد أن نستمع إلى قصيدة بإلقائك المميز الآن، وحبذا أن تكون القصيدة يعني منطلقة من تجربة تحدثيننا عنها قبل النص، يعني إن كان هناك قصة نعم. لهذه القصيدة قبل أن تقرأي علينا القصيدة، تفضلي. نعم، من أواخر القصائد التي كتبتها هي لأمي رحمها الله. في عشتي. فترة مرضها طبعا شعرت الكلمات كلها تعجز عن وصف هذا الحزن يا الذي الله. بداخلي، نعم. والأم أغلى مما نتصور، نعم. يعني نعم الوطن أم، ولكن الأم أيضا وطن. يا سلام. فأنا يعني عشت أو أعيش الآن غريبة، يعني بلا أم وبلا وطن. يا الله، أسأل الله أن يربط على قلبك وأن والذي يرزقها زاد الجنة الحزن، وأن يصبرك على هذا الفراق أستاذة ابتسام. سلمت أستاذ. والذي تفضل. زاد هذا الحزن أن أخي كان يعني لم يبق على خروجه من السجن إلا بضعة أيام، لا حول ولا فتوفيت قوة أمي إلا قبل بالله. أن تراه. نسأل الله أن يكتب لها أجر الصابرات المحتسبات الكريمات اللواتي بذلن وضحينا واحتملنا الكثير من مشاق هذا الاحتلال المتغطرس الزائل، ولا شك في هذا، وأن يكتب لأهلك، كل أهلك وكل أهلنا هناك في فلسطين، أن يكتب لهم النصر العاجل على عدو لا يرحم ولا يعرف من الإنسانية حتى أدنى معانيها. تفضلي إلى القصيدة أستاذة ابتسام، نحن نسمعك. اخترت أستاذ من القصيدة تقريبا ما يقارب 9 أبيات. تفضلي. أمي أفنى وتسلم، أمي لا ترى وجعا، فكيف يا زمنا عشناه لو رجعا،
لكنت أول من خباك في رئتي وفي منازل قلبي كي نظل معا. مضيت أبحث عن ظل يريح دمي، فكان ظلك للفردوس متسعا. كانت يداك مجاديفي وساريتي، إذا تلاطم موج الدهر واندفعا. يا ليتني عنك ما أغفلت ثانية، وفي رحابك قلب المستهام سعى. يا سلام. وطاف سبعين إحسانا وتلبية، وتحت رجليك صلى هاجعا ودعا. أمي وعمري ولا الأعمار قاطبة، ترد دينا فمن أعطى ومن طمعا. فسامحي عثرتي ما دمت عاجزة، لو قلت أفديك جاء القول مصطنعا. لو قلت أفديك جاء القول مصطنعا، لكنني واثق أنك صادقة وغير مصطنعة للقول ولا متصنعة لهذه المشاعر النقية بانتمائها إلى الأم الغالية. نسأل الله أن يعوضكم خيرا، وإن كان فقد الأم قاسيا إلا أن عوض الله أو عوض الله كبير وكرم الله واسع. نحن الحمد لله مقبلون على المزيد من التضحيات في فلسطين، هكذا يقول الشارع الفلسطيني، كما لو أن قدر الفلسطيني المواجهة، النضال، البقاء واقفا وصامدا وشامخا أمام كل محاولات يعني انتزاعه من أرضه. عن فكرة تشبث الفلسطيني في أرضه أستاذة ابتسام، وأنه لم يتخلى ولم يبع ولم يفرط، حدثينا عن هذا المضمون في ظل وجود الكثير من للأسف يعني الشائعات والشبهات والأصوات النشازة التي تزعم أن الشعب الفلسطيني تخلى ويتخلى عن أرضه وحقه. طبيعي أستاذ مصطفى أن كل طامع يريد أن يشوه سمعة المطموع به. نعم. ومن أجل أن يعني يهد من عزيمته، يثبت من عزيمته. صحيح، هذا يحصل. وهذا يساعده أكثر على بلوغ هدفه. نعم. ولكن الشعب الفلسطيني عندما ذاق ويلات النكبة وصدق الإشاعات التي تقول يفعلون ويعملون ويقتلون ويغتصبون وإلى آخره، تعلم من هذه النكبة درسا قاسيا. نعم. وهذا الدرس الذي تعلمه نقله إلى أبنائه والأجيال القادمة. فكانت مقولة جولدا مائير أو يعني يموت الكبار يموتون والصغار ينسون. نعم. هذه مقولة بن غوريون الشهيرة، لكنها نبوءة لم تتحقق، لأن الكبار ورثوا الصغار والصغار ما زالوا متشبثين بالحق. نعم، ذهبت في مهب الريح هذه المقولة. صحيح. يعني نحن لم نشهد النكبة، ولكن شعرنا بالذي حصل بآبائنا وأجدادنا. وأنا يعني لست بعيدة عن ما حصل في النكبة، لست بعيدة عن ما حصل في النكبة. عنوان رسالة الماجستير عن اللاجئون في الشارع الفلسطيني والعربي، فكانت 4 شهور من الدراسة والبحث حتى وصلت إلى كم هائل من المعلومات والقصص الذي حصل بالفلسطينيين. إضافة أنني موظفة في وكالة الغوث وأرى معاناة اللاجئين، يعني عملي كله في المخيمات. نعم. هذا الذي عزز عندي حب
حب الوطن أكثر والارتباط به والانتماء حب العمل به. من أجل الوطن حتى وإن كان في السياقات الإنسانية كما تفضلت أنت تعملين في الأونروا، والأونروا حاليا يعني تعاني كثيرا من أجل الوصول للفلسطينيين الذين يستحقون المساعدة أو ينتظرونها سواء في الضفة أو في قطاع غزة. الأونروا لا تزال تعاني، وقد صدرت الكثير من يعني الرسائل والتصريحات والأخبار على ألسنة مسؤولين متعددين فيها تقول إنها يعني تبذل الكثير وتعاني الكثير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون سواء في غزة أو الضفة. إلى الشعر مجددا، خذينا إلى قصيدة تفضلين إلقاءها علينا الآن، نحن مستمعون إليك، تفضلي أستاذة ابتسام. نعم، قصائد طويلة يعني لا اخترت بأس، منها اقرأيها البعض. تفضلي، اقرأي هذه القصيدة التي بين يديك. نعم، أغنية اللقاء كتسلل الدمع الخفي أنامله، قدر يطالعنا فكيف نجادله، في كل يوم نستقي كأس النوى والموت تهوي في الرؤوس معاوله. عنوان هذا العمر بعض تجلد، ما ضيع العنوان قلب حامله. أولى بنا أن نسترد وقوفنا، عجل فخير البر ينشد عاجله. وحدي أقرب ما تناثر من رؤى، فأصوغ لي وطنا تعم ظلائله. عيناه لي سكن ويسكن في دمي، صبح الوداعة لا غروب يخاتله. سيعيد صوت الشام أغنية اللقاء، والحب رغم الموت ظل نبادله. لو يدرك الوجع المخبأ أنني، ما كان صمتي في العذاب أجامله، بل كنت أوقن أنما هو راحل ولسوف تسحق في الدروب قوافله. أحسنت كثيرا أستاذة ابتسام، أكيد مستمرون معكم، لكن سنخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا عبر الإنترنت في هذه الحلقة من بيت القصيد من فلسطين المحتلة، معنا الشاعرة الأستاذة ابتسام البرغوثي وهي شاعرة مجيدة. حيا الله أستاذة ابتسام، أهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذة ابتسام، العمل في وكالة الأونروا وخدمة الناس سواء في مجال الإغاثة أو في مجال التعليم يكسب الشاعر المزيد من الإنسانية والمزيد من العاطفة الحية، حدثيني عن تجربتك الشخصية في هذا. كما قلت سبق وأن قلت أستاذ، كنت يعني في البداية أجهل معاناة اللاجئين. نعم. ولكن بعدما بدأت بالعمل معهم وجدت أن كثير من الموظفات زميلاتي يعملن جاهدات من أجل توفير ما تيسر من احتياجات هؤلاء الطلاب بالتبرعات، مع أن طبعا تبرعات خارج إدارة الوكالة، خارج المؤسسة، تبرعات في المخيم نفسه، يعملن من أجل التبرع لهؤلاء الطلبة المحتاجين. فأنا كان دوري أن أنضم إلى هؤلاء وأبحث عن طريقة من أجل تعزيز يعني ومساعدة الأهالي
على نعم أن يقوموا باحتياجات بسيطة من أجل أبنائهم ومن أجلهم أيضا. حدثتني إحدى الزميلات أن أم لديها 8 أبناء، فالثمانية أبناء 4 منهم ينامون على الأرض في قطعة قماش في الشتاء، وفي الصيف أيضا يا قطعة الله قماش لا تحتهم ولا فوقهم. فهذا الشيء دفعني لأن أنظر إلى أن أقول المساعدة من منظور آخر، يعني إنه المساعدة ليست تكون لأحد يمشي في الشارع بالجمعيات وبالخروج إلى المؤسسات لإيجاد تبرعات لهؤلاء الأمهات التي يعانين نعم. من الفقر. نعم. طيب أستاذة، نريد الآن أن تروحي على نفسك قليلا بشيء جديد نعم. من الشعر. يعني المعاناة الإنسانية مستمرة ومتواصلة، نحن نرجو نعم. أن يعني تقل أو تزول، لكن الضمائر الحية هي التي تقف على مسؤولياتها وتعمل من أجل تخفيف هذه المعاناة، ليس فقط عن أبناء نعم. شعبهم، ربما يتجاوزون ذلك إلى شعوب أخرى، إلى الإنسانية مجتمعة. ولكن انتصارا للإنسانية وانتصارا لقيم الجمال وانتصارا لقيم التعايش، وكذلك من باب الانتصار لفكرة أن الشعر مرآة الشاعر نعم للآخرين وانعكاس لما يريد أن يقوله الشاعر نيابة عن الآخرين. لذلك نقول الشعر ونستمع للكلمة التي تفتح الأبواب نحو الحياة التي نستحقها جميعا. تفضلي، خذينا إلى قصيدة جديدة متكرمة متفضلة أستاذة ابتسام. نعم أستاذ، أنا أكتب في الشعر الشعبي أيضا. نعم كتبت قصيدة، آخر قصيدة، يعني لدي قصائد كثيرة، ولكن آخر قصيدة عن صور من الماضي الجميل. تفضلي. هل تحب أن أقرأها جميعها؟ تقريبا لا 30 بأس، بيت. تفضلي، خذينا إلى اللهجة الفلسطينية. نعم. سقل أيام الصبا عن النبع نتغنى، وعلى الصخرة نقعد سوا بالورد نتحنى. يا ويل قلب الملهوف والعمر ما تأنى، لو ترجع فينا الأيام ونغني مواليا. يا ستي جف القمح في روس السنابل، وطلع علينا الصبح على الوادي نازل. ما أحلى خيط الشمس يلمع في المناجل، ما أحلى صوت الحسون غرد على المية. قلبك بالحب الصافي من نبعه ارتوينا، يا غيمة لاحت من فوق ظللت علينا. وحياة رب السما يا روحي تجينا، يا سلام. نتلاقى بليل الهوى وكح العنيا. في حزامك عزم وإبا علمنا الإرادي، بعيني شفتك والرضا بعيونك متهادي. وحجار الحقل تشهد والجبل والوادي، وصية منك تبقى أرضنا هوية. حلفتك ستي بالله لتغيبي من بالي، أخذتنا هموم العمر وعبت قلبي الخالي. يميني ودي خبر لمحبوب الغالي، ويجيني بلمح البصر منه بخبرية. يا سلام. من سنة وأكثر دمعي ما نشفت جفونه، وجف الورق عأمه والزيت بزيتونه. غصنه يلوح بالعالي يسأل عالسنونه، وعش البلابل ودع أغصانه الندية. يا ويلي من هالزمن في القلب محفورة، أيام الحلوة يا ريت طلعنا منها بصورة. وبصوتك يما غنيت كبرت الصغيورة، ولعبتي انكسرت غصب عني مش بدي. عديلي لحظة أمل من روحك بحكاية، قلبي بعيونك طفل وعيونك مراية. فيها أعيش الماضي واتخبى من الجاي، فيها فردوس المعهود والدنيا الرضية. خيي يا منحة ربي عالصخر رسمنا، بأطراف الحصى وردة وعليها ختمنا.
وبجنب الختم الاثنين وقعنا اسمنا ورجعنا بعد 20 والصورة ممحية. يا الله. يا ليل رد السهر لسطوح الحبايب، بقعدتنا ننسى الضجر بوجوه الأطايب. سلم لي علي معنا واللي أصبح غايب، سلم لي على الجيران والسهرة الصيفية. يا ولادي وصيتي فراسك خليها، أصدق وسيلي لقلوب تربط محبيها. لا تضيع بعالم النت والدنيا وأهليها، التواصل فرقنا وطلعنا غربية. يا ولادي الحبل جرار ودروبه غريبة، ما عاد الصاحب والجار للحظة العصيبة. إلا دعوة صادقة من نفس قريبة، وبحبل المولى تلقى السعادة الأبدية. استودعتك ربي ومضيت أستودع زماني، وخليت قلبي هناك يحرس لي مكاني. وإن عشت سنتين أو 100 تلقاني، أتمنى ضحكة زمان وتجمعنا سوية. لعل هذه الأمنية، لفظ أفوك أولا أستاذة ابتسام، لعل هذه الأمنية تتحقق، وكل الأماني التي وردت بهذا النص الشعبي الذي ينتمي إلى طينة البسطاء، الذي لا ينفصل عن رائحة خبز الطابون الزاكي في فلسطين المحتلة، ولا ينفصل كذلك عن ثياب الجدات، بل يتشبث بهن تشبثا بالماضي العريق. فكرة الانتماء إلى التراث ليس فقط في الشعر، وإنما في مظهرنا، في ظواهرنا، في بواطننا، في أيامنا، في حياتنا، في حتى أبنائنا، وربما كان أيضا في لهجتنا. فكرة التشبث بالتراث كلمينا عنها قليلا. المثل الفلسطيني بيقول اللي ما له قديم ما له جديد. التراث الفلسطيني هو انتقل من أجدادنا القدماء إلينا عبر الحفاظ عليه، عبر يعني عن طريق الحفاظ عليه. وكلما مر الزمن نزداد تشبثا به. نعم. لأنه هو الذي يثبت هويتنا، هويتنا. نعم. في فلسطين نحن، لولا أصلا التراث الفلسطيني لو لم يكن له أثر أو تأثير على وجودنا وحياتنا وكياننا لما سرقه الاحتلال. صدقتي. نريد منك الآن أن تنتصري من جديد للغة العربية الفصحى وتقرأي لنا قصيدة. تفضلي. أستاذ، مرة أخرى قلت لك نريد منك مجددا أن تنتصري للقصيدة العربية الفصحى فتقرأي. نعم. علينا قصيدة كاملة هذه المرة، لا تجتزئي من الأبيات. تفضلي أستاذة. نعم، حاضر. تفضلي أستاذة. قصيدة بعنوان الدرة، عفوا، قصيدة بعنوان مقام النور. نعم. مقام النور للسيدة، سيدتنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل فاطمة الزهراء. تفضلي. مقام النور. أمشي وفي كفي حناء المدى، فاخفض متون الريح واطوي الفدفدا. صحراء قلبي اخضوضرت جنباتها، أسكب لهيب الشوق في كأسي ندى. وعلى امتداد النور دربي ساحب، أعدو ورحلي لم يزل في المبتدا. أحسست بي حينا ملاكا حالما، طفلا على كف الجمال توسدا. النور جلاها وأسفر سمتها، زيدي نضارا طاهرا متجسدا. عظماء تستلقي الشموس بظلهم، مأسورة ما بين مصباحي هدى. يا سلام. مكية القسمات وامتزج الهوى،
قدسية النجدين واختلف المدى سحب على مد المسافة بيننا وقفت لتعرض من فيوضك مشهدا لمحمد قلب تربع عشقها فيه وتعشق للخلود محمدا يا سلام. يا طير أسفاري يا طير أسفاري كتابي عندهم هل تأذن الأقدار أقرأه غدا كفراشة حول الثريا أشتهي نورا أقبله فمدي لليدا قد يستوي الأحباب في شرع الهوى لكن حبك ظل بي متفردا قد يحرم الإنسان من أوطانه نعم. فيفر طفلا بالدموع تعمدا أنا والنداء المستجير بخافقي نادتهما الزهراء مرحى فاصعدا. يا سلام يا سلام، ما أجمله من انتماء وما أعظمه من وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم درت قلبه فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين رضي الله عنها وعن زوجها وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيه ومن اقتدى بهديهم واستنى بسنتهم واهتدى بسيرتهم. أستاذة ابتسام، لا يزال معنا وقت حتى نستمع إلى المزيد من القصائد العالية، لكن هذه المرة أيضا سنأخذ استراحة قصيرة، بعد ذلك سنواصل ونستمع إلى المزيد من الشعر بحول الله. إذن مشاهدينا نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ووصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، ظل أن أذكر إن الكلمة مسؤولية، ليست فقط مسؤولية ملقاة على الشاعر، وإنما كذلك هي مسؤولية المتلقين الذواقين وأصحاب الهمم العالية التي ينبغي للكلمة التي يتلقونها أن يكون لها أثر السبق وأثر الفضل بتشكيل وعيهم وكذلك بإقناعهم بأفضل الأفكار التي تنفعهم في دنياهم وتخدمهم في دنياهم وأخراهم حتى يتخذوا مواقف تجعل أسماءهم حية في وجدان الشعوب وكذلك في سجل الخالدين. من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي معنا عبر الإنترنت من فلسطين، الشاعرة الأستاذة ابتسام البرغوثي. أهلا وسهلا بكم أستاذة ابتسام مرة أخرى. أهلا بك أستاذ، أهلا وسهلا. قبل أن نعود إلى الشعر أستاذة ابتسام، ما الذي تريده ابتسام البرغوثي على وجه التحديد من الشعر؟ قد يسأل سائل. الشعر رسالة. ما الذي تريدينه أنت منه؟ نعم، مرة أخرى. ما الذي تريده ابتسام البرغوثي من الشعر على وجه التخصيص والتحديد؟ أريد من الشعر أن يعكس حال كل، يعني حال كل أمة أو حال البلد الذي يعيش فيه الشاعر أو حال ما يكمن في نفسه من أحاسيس. نعم. هذه الانعكاسات يجب أن تكون تبلغ القلوب، ليست فقط هي ترتيب كلمات. نعم. يجب أن تخالطها الأحاسيس. نعم. من إذا كان حسب النفسية، الحالة النفسية للشاعر. نعم. إذا كانت حالته النفسية مثلاً يفتخر بهذا الوطن ويجب أن يعكس هذا الفخر من أجل أن يجد أن يوصل رسالته إلى من يحب.
وهذا من وأيضا الأهداف فعلا الأحاسيس التي الأخرى. يجب على الشاعر أن يحملها. والقصيدة يجب أن تكون متكاملة في بنائها من أجل أن تبلغ القلوب، ليست فقط الأحاسيس، يجب أن تكون الألفاظ، القصيدة المعاني، مكتملة. الأسلوب، نعم. النحو والصرف أكيد يعني 100%. وهذا ما يريده الشاعر أو ما أريده أنا من القصيدة، يعني أن تبلغ القلوب، ليست هي للوصول إلى منصب معين أو سمعة معينة أو من أجل أن يقال شاعرة. يا سلام. هذا كلام لا لا يهمك كثيرا، وإنما الذي نعم يهمك أن تصل القصيدة كل قلب محب صادق يؤمن به، نعم يؤمن بها فتؤثر فيه. نعم القصيدة أكيد التي تؤثر بالمتلقي هي القصيدة التي ربحت ونجحت في ميزان نعم البلاغة، وكذلك في ميزان الحكمة، في ميزان الحكمة والأثر. ولعل القصيدة التالية من هذه القصائد، ولا شك في ذلك، نريد منك أن تتفضلي بقراءة قصيدة جديدة علينا أستاذة ابتسام، تفضلي. نعم ترى ماذا ستقرأين هذه المرة؟ المرة سأقرأ، أعطني تفضلي. قصيدة من ديوان أنت متهم، وهي ثاني قصيدة بعنوان نبض عروبتي. تفضلي. أنا أكتب الشعر القومي، يعني ليس فقط الوطني، من أجل يعني أن لأنني أصلا والشاعر لست مشروع من انتماء القومية إلى الأصل. أمته الكبرى نعم قبل أن يكون مشروع انتماء إلى قضيته التي يؤمن بها ووطنه الذي يعيش فيه. تفضلي أستاذة نعم ابتسام. نبض عروبتي كظل النار، هل النار ظل حياة لا تقيم ولا تظل، نداعب طيفنا نلهي شجانا، نجاهد والخطى منا تكل، على خط السراب هناك ضوء كوجه ملوع أعياه خل، عبرت فأوصدت أبواب عمري، ترفق أيها الغسق المطل، على شباك ماضينا اشتياقي لهم كيف استفز الطبع ذل، هناك الذكريات هناك حلمي وبوصلتي، فكيف سأستدل، وبي جرح على مد انتباهي وصرخة مصب والخصم إل، يؤاسي الروح أن ببحر موسى يدا في وحي ليلته تسل، تنادوا إثره لولا إلهي أفل دهاتهم حتى اضمحلوا، فنبض عروبتي وصهيل مجدي وخيط ترقبي ظفر أجل. يا سلام، لفظ فوك أستاذة ابتسام، لك أن تتابعي إذا أحببت. أتابع، نعم. تفضلي. لا بأس بالقصيدة التي بين يديك، تفضلي. نعم، لا للتطبيع، إيه عفوا، أتغفر لي صنعاء، إيه ممكن أغيرها؟ لا بأس، إيه تفضلي اقرأي ما تحبين. أتغفر لي صنعاء، أتغفر اليوم لي صنعاء ما سلف، ما غبت طوعا ولكن جئت معترفا، فكلما قلت إيه أستزيد هوى، تدفق الدمع ثم انثال منكسفا، شعر الذي هجر الترحال من نصب لما تطوف في صنعاء ما وقفا،
عين القوافي إليها اليوم راحلة، لكن لمحت على أحداقها أسفا. ماذا تقول وقد لفت سحائبها، سحائب من قديم الحقد فانكشفا، فأحرقت في ندي العمر برعمه قبل الجنى، ذره الإعصار إذ عصفا. صنعاء يا ضحكة غابت ملامحها، لكن شمسك ليست تختشي الكسفا. نبض الحضارة والأجداد في دمنا، أيطفئ الشمس فحص الصل إن زحفا. معتق بعبير الكهف مسجده، يدعو لك القلب كم يهواه معتكفا، كم يهواك معتكفا. وددت أني أوافي الروح في سبأ، وأن أساق إلى الأحقاف ملتحفا. ضوع الثرى حينها الجنات مضطجعي، نفح الشهادة ظل الحلم والهدفا. بين السقطرى ويافا جنة بجست، ينبوع عشق أتاها القلب مرتشفا. دين بأعناقنا يا قدس في يمن، عرش البغاة على بحر الجراح طفا. إذا العروبة ماتت في مرابعهم، فبعثها باليمانيين والشرفا. يا سلام. طوبى ولا أرتجي إلا ابتسامتها يوما، وأغفو على أهدابها شغفا. ما شاء الله، هذا الانتماء إلى قضية حية من قضايا أمتنا الجريحة، ألا وهي قضية اليمن، تعزز فكرة أن من يعيش الجراحات ينتمي إلى الجرح في كل مكان من هذا العالم الذي يعاني أوجاعا متعددة. أستاذة ابتسام، لافضة فوك، ونرجو من الله العلي القدير أن يضاعف لك الأجر والثواب دنيا وآخرة، وأن يفتح عليك فتوح العارفين في الشعر والبلاغة والأدب والكلمة الرسالية. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تودين أن تقولي أستاذة ابتسام البرغوثي الشاعرة الفلسطينية؟ تفضلي. أود أن أقول أن للشاعر دور كبير في بناء الحضارة، نعم، ودور كبير في الحرية، نعم، في حرية الوطن. فالكلمة، ربنا سبحانه وتعالى قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. نعم. فنحن نريد إيصال هذه الكلمة من أجل أن تساهم ولو بالقليل من أجل النهوض بهذه الأمة التي طالما ذاقت ويلات وحروب وإلى آخره. إخواننا في كل غزة، مكان، في كل مكان يعني، وبالتحديد في غزة. تفضلي. يجعلون من الكلمة هي كأنها باب للأمل، يعني اجتماعاتهم وغنائهم وفتح الباب للأطفال بأن يتحدثوا، هذه الكلمة هي التي تنمي حب الوطن رغم ما ذاقوا من ويلات ورغم ما فقدوا من أحبة. والوطن باق ولن نعم. يموت. نعم، الوطن باق ولن يموت. تفضلي. نعم. في الختام ماذا تودين أن تضيفي باختصار لو سمحتي؟ والشعر بذاته يعني لا يحب الظلم والعنف أحسنت. والاضطهاد، هو شعر يعني رقيق هادئ وديع، فأكيد يعني بالتأكيد أنه سيؤثر بإذن الله بالمستمع. شكرا جزيلا لك الشاعرة الفلسطينية الأستاذة ابتسام البرغوثي، ضيفتنا من فلسطين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.